طب اسمعي النكته دي. واحده متهمه عندي في الاداب، ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معاك هنا حيوان انت. اسف يا بيه، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكو. حاجه غريبه. ايه يا جماعه، يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان. انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا بيه؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على سياده اللواء، فاهم يا ابي؟ قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا بيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام؟ استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتي يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه، مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم، صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه، اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشره الكليه وفصيله دم واحده، ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية اختي سعد. يا اخي وطي صوتك شويه. تحت امرك يا باشا، بس لو في حاجه الواد عملها قول لي يا باشا وانا اقدمه وده دفعته واعرف اتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجه، انا بجمع بس شويه معلومات عنه. من ناحيه المعلومات يا باشا، انت جيت لقناه المعلومات كلها. الواد بصراحه يا فندم بسيوني بسيوني ده بالذات اخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك. بسيوني؟ واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم، ولا انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي؟ سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيلة الدم؟ دم ايه يا باشا؟ ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني؟ يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ حبيبي اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي، جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا ومع بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير، سلام وخورا من ربنا الرحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنى استنوا 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 استنوا
متأخر قوي يا عبد السلام. أكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، شفت بس فيني عمل فيا إيه يا بابا؟ البنت اتنرمطت، ابنك عمل في البنت إيه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، أكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ أنا من دلوقتي هتبقى في سوء معاملة بعد كده. أشرح لك بس يا فندم، يمكن في أسباب نفسية. نفسية إيه؟ بلا نفسية بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصة تانية. بلا فرصة بلا كلام فارغ. يلا اركب العربية ولا نشيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاتل يستاهل يا بابا. يلا يا بنت، يلا انجري قدامي. أنت أكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي اولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جهازي من الجورنان دي يعني مهمه كوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب، تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زيادة هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش. مسك كده نكبس عليهم بقى ونعمل فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك انت. لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخنوا قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم عرفتك احنا. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا. ماما اهلا اهلا، اتاخرتوا ليه يا ولاد؟ عشان عمو ده مجنون وشو. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا بابا، ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم حازم. بسيوني بسيوني. الله يحرق سنينك، انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بس. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك شمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. وحشني. بس وحشني يا مسجوني. لا لا تقول. ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر. كل يوم ابعت لك
اتفضل يا باشا. يحيى العز يحيى العز. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب اهرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباين ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جرنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص خلاص انا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور؟ وريني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما تيجي ولا احكي لك، علي جرى وافتح دموعي ما تنيلك، علي جرى بس ما تيجي ولا احكي
شكلها كده عركه كبيره من اهل العريس واهل العروسه، وهنطلع النهارده من 30 محضر. يا عم اختفى انت بقوم 31. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. امال فين العروسه؟ يا ريتني ما سالت. اهلا وسهلا يا باشا. اوعى انت كده. اوعى اهلا يا باشا. اتفضل عند اهل العروسه. اتفضل عند اهل العريس. اتفضل يا باشا عند اهل العروسه. عند اهل العريس ولا اهل العريس ولا اهل العروس؟ انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخواني دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليله العمر. ها رواقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه انا لعبت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما انا كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلر. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي اليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايوه اعراض. ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا، مش كده؟ ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيك. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه يا عم. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الحظ ضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود، انت واخده يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلى على غلطته اهو يعني، واتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر يعني الشتيمه. ما تنساش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ ما انت باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت يا ريت اللي بتضرب بكرسي، انا عارفك وحبيتك في الحجز. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدك باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف،
وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض بين العريس وعروسه. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما أزرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. أه بلاش يا فندم الكلام ده. متعصبك يا فاشل. اه متعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. أنا واحده واحده. عزيزو يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتلبس ليه؟ ها؟ مفيش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي بس انا واخده مرحيبه زي ما فهمتك. ها؟ انا اخش اخد دش على السريع. ها؟ اخش اخد دش معاك. اخش دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ ايه الحبيت عندك النهارده؟ اهلا وسهلا. ليه يا باكي يا باكنجهام؟ إيه انت يا ستي اللي جايه على بيات نسى يا نسى انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. بص ايه ده ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينا هنا للشنطه كده بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. لا لسه جاي. كفايه كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم بس يا ريت القصار قدام بقى والطويل ورا. انت حبيتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكو؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. اه طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا هنا. ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. مقتوله؟ يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصل انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ اه جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بـ 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 كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بعدي مامي. هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعه التنس. انا عايز اقول لحضرتك راسي راسي حتى انا اخدها مجنونه. مجنونه بيلعبوا في لازم. غير الاغنيه دي يا بني ادم. خلي حاجه هاديه. فين بقى يا مامي؟ مامي ايه انت كده هتعصبي اكتر. المصحف مجنونه. انت بتغرب من انت يلا. والمصحف ما اتغرغرتي بيها. انت مراتي انا. امال من حضرتك؟ امال 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 مش عايب ولا ما قدامي يا بنت. مجنونة مجنونة بالحب لازم. اه مجنونة حبك كده. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دوشك 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 ايه بقى؟ ما كمل اول. ما قلت لك يا اخي قلت لك اجي معاك. بعدين بعدين وقف. هنا كان في مزه. انت عملت ايه باكنام؟ قطعت امها. هادي. لا السفريه المره دي طولت قوي. استحليتها انت وعشت هناك. عمده عمده. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. هو مفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سالت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفس العنوان ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها.
لازم اوصل لساره باي ثمن، تفهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس، ولا يكون عندك فكر. ها، بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا، ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء، خليك كول كده، الواد ده اصله قفل شويه وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. انا ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرا صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه، ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. تخافش، فيش عربيه، تتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه؟ بعدين بقى في الحانه بتوحشها دي على الصبح. يا ابن الكلب، هتدغدغ العربية. خلاص خليك، انا هتصرف. في الشماسة، الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. تاكس. يا وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد، انت وصلاح. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ، عندك مين خاص؟ ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع، جاي متاخر، مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى يا حيى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني، انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده ايه بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه، دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه المشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي، محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين، بيحطي عندك في الدرج شهرين يقلب شعبولة لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق. انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي، انت فاهم؟ سناجوة. يا ليه سناجوة؟ يا لهوي بلطجة بقى. بس انا ماليش في البلطجة قوي يعني. بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه. سيتي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه، اتعرف بيكي. ابتسام. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-35-00. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش، اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 لا، ولا يهمك يا اخت ابتسام، انا عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابة تجربة قاسية عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا، هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا. اوكي يا فندم، ويا ريت نعتبرك صديقة البرنامج، صديقة الشركة. مع الف سلامة، مع السلامة. معنا اتصال تاني، نقول الو. الو. يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعة لكل الناس؟ ولا اللي صوتهم محندق وحلو بس؟ لا لكل الناس. يعني حضرتك فاشل
في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من الخمسمية خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20 وانت حضرتك بقى يا حدق فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيخ. ايوه فاضل لي خط وابقى بدأت ابيع في الخمسمية خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب، الاسبوع ده كله تنزل شفت بالليل. فادي كول كول مغلوب يا مان. ريكول. الو يا عمده، ازيك يا حبيبي؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركه بتاعته. ايه 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم ركز بقى بحوافزي، خليك بحوافزك انت. ايوه ايوه ايوه. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليه. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم يا بني ادم. انت هنا في بيتي ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل كمل. ايه ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله 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 انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. او 26000 موظف وصل. بيسو حبيب قلبي معلش اتاخرت عليك. طيب معتز ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ اه جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها ودي بردك اللي انا جبتها لك بردك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش بردك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين كم كام؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده بيرجع صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه حبيبي؟ معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم ده جون فينا يعني في مصر. اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا يا ابني. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا. سجل هدفين فقدمت اسكتلندا. وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. لا وطبر كده اوعى تيجي جنبها. ها لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه. شكرا. ها
ايه رايك بقى في الخمسين خط؟ انا عناية ليكو في الموضوع اللي قلتلك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط، اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد، كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده، هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركة تجيب لنا شوية بيانات بسيطة عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهلة جدا. ها؟ يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامة مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانة دي ايه؟ انسانة؟ هي كمان انسانة مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي لبت من عنده خاتم الماس 9 إيراد وغيرت عنوانها، لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس، وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكاية دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس؟ كل البيانات. برضو لا، مش انا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحدة بنت. انا اسف، الزيارة انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم. بعد اذنك. انا شريف. انت فاشل، انا عايزك تنقلي خطوط. خطوط ما عنديش مانع، بس انا ليه طلب، عايز اقول حاجه كده. هدي لك 5000 جنيه. مش فلوس، ال 200 خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. موافق موافق. على فكره هي عندكم بالتاكيد، احنا دورنا في كل الشبكات التانيه ملاش اي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركه. قول لي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها ورقم موبايلها وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش معلش نسيت، متوتر متوتر. فهمت؟ خلاص فهمت فهمت. اسمها ايه بقى؟ سارة محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعة، ان شاء الله بكرة الصبح ال 500 خط هيكونوا عندكم. السلام عليكم. السلام. امسك كده يا راجل، ارفع رجلك ارفع رجلك. بس خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكلة؟ علشان خاطر يا نوجة، دي خدمة انسانية لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه. لا يا طارق ما تسبلنيش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة. اوكي. مرغني. طارق ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى تحبها؟ خريت على طول. بس حب من طرف ثالث. يعني ايه؟ اول مره اسمعها دي. يعني هي بتحب واحد واحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. طب ايه عايزاك تحت؟ طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه ساره 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 الضفراوي، ساره محمد المهدي، ساره محمد المهدي. ايوه ساره محمد 15 شارع المعادي. تمام قوي. طيب ربنا يستر. ايه ده ايه ده؟ 5-7 ده رقم الاستاذ اسامه منير. اتصل. الو. هاي يا اسامه، على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه. ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش، كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه حصل ايه؟ قعدت ترغي ترغي وما فتش من اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك، انا معايا فك. طب معاك 10 5 تن؟ لا معايا 6 8 تن. يا راجل افك لك وبتاع، عمال ترغي وموقفني. اقعد يا مرغني. سلام. ماشي.
نجرب بقى الوصله. رب تكون اشتغلت. علشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. دي ريهام صديقه البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب. هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على ترزيقك. ازاي تبقى نصيب؟ خلينا نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبد الله على السلامة، اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع، أنزل أنت، انزل بسرعة عايزك. خلاص خليك أنا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة، رهيبة رهابة. القهوة؟ قهوة إيه يا راجل دي تقرب؟ أنا بتكلم على البنت اللي أنا كلمتك عليها قبل كده، صوتها، صوتها يا معتز تحفة. أنت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الأستاذ أسامة منير. إيه؟ أنت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل. لا لا ده بالصدفه بالصدفه. انا ما خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزه تعرفني عليها. بقول لك ايه؟ ايه ابعد عليها دي خالص واديهم رقمها لما اتاكد الاول انها مش نصاب. ولا دي اكيد بنت ملعبوني عارفها. اخرس. انا ما اسمحلكش تقول عليها كده. تفهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بره. انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتعتني قدام العمال؟ ايوه اشهدوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميله انت فين؟ في الشغل لسه خارجة حالا من عند المدير. طب ما تعد. الو الو ما ترد يا حمار. ايه الهبل ده؟ انت هنا يا وحيد؟ ايوه يا بابا. اصل نسيت اقولك لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اصل المفتاح اتقطع في الكلام. في ايه؟ في ايه؟ طب باي باي بقى انا سهيرة. On tourne action, mon existence microfilm d'action. Marseille au premier plan du générique, plan séquence sur la vie qui m'amène à donner le rythme. J'aime quand c'est chaud, 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 quand c'est سبحان الله صدفة لذيذة. أنا سهام فعلا. بعد إذنك اتفضل. عاجل قدام الصدفة. إيه بيقول لي صدفة. من فضل حضرتك عايزه الكتاب ده. تحت امر حضرتك. على فكره الجزء الثاني من الكتاب نزل. والله هاخد الجزء الثاني كمان. هات الجزء الثاني من الطب النفسي يا اشرف. حاضر يا استاذ.
اتفضل يا استاذ. لا يا فندم منتظرها انا. يا استاذ اتفضل مفيش وقت. اوكي بيه اتفضل. حكايات جنسيه بكام يا اشرف؟ ايه حكايات جنسيه بكام؟ بيقول لك حكايات جنسيه بكام يا اشرف؟ استغفر الله العظيم يا اب، استغفر الله العظيم يا اب. يا بيه ما طول عمره ب 10 جنيه، ايه لازمته الصياح ده؟ بقول لك ايه، طول وروش لحد ما اجيب نسكافيه. عيني واحد نسكافيه لو سمحت. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره. تولد دي ولا ايه؟ صباح الليل يا فندم. مجيحة كلينكس. لا حضرتك كلينكس في الممر التاني مش انا. مجيحة كلينكس ليالي حمراء فردي ومجموعات. لا هو لا فردي ولا مجموعات، انا مش للدرجه دي. تيجي تحرش ولا فعل فضح في السيارات، انا معاك في اي خط. انت فاجئتيني بسفلتك، اقصد بصراحتك. معقوله تطلع اللي في دماغي؟ هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ كرباجي معايا وغرقان زيت. الله يا باشا بتجري كده ليه؟ انا حاسس ان الحلو بتعمل فخر جوه. طب يا باشا خد دي. راجع الو مين معايا؟ انا واحد بيحبك. ارجوك تقولي مين معايا. صوتك ده بيفكرني باحلى قصيده كتبتها في حياتي. اقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي اقولها. اسمع يا ستي. طليت تحت صدري لقيتك بردانة من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانة دفيانة. اسمع يا أستاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما اقدرش أديك. هات اللي عليك الأول. وحيد؟ هو لسه أستاذ عبد المنعم ما جابش الفلوس اللي عليها بابا؟ سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. يا خير يا بابا، لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟ ودول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوك غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركه كان زميلي في المدرسه. زميلك؟ زميلك تخته واحده. تعالى تعمل ايه يا بابا؟ يا رب الله، باب الراحة إن شاء الله هي بس. ايه هي؟ أهي. شوف. ايه ده بابا؟ مين فيكم أنت؟ أنا ده وده شوكت مدير الشركة. شفت مايوهات زمان؟ إيه المايوهات ده بابا؟ بتاعتكوا دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها إيه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصورة احتمال ما يفتكرش نفسه أساسا. أنت بس تقول له أنا جاي من طرف فريق فتح الباب، لو ما افتكرش قول له قمر الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا. هترد يمكن أستاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصالة. أيوة أستاذ عبد المنعم، الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد أنا. ألو. ألو. ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه، انا مش شمش يا بابا. دي حرق دم. عيب قلت. الو بابا.
وسايط عن بكر. اطلع بر برا. اي بني ادم معاه جواب ولا كرب يبلعه. هو بعد اذن حضرتك الحمام فين؟ اتفضل من هنا. شكرا. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي. دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفة؟ آه. زي المدير ده، صوت عالي قوي، تحس إن حيوان بيزعق. تحس كده إنه حاطط حلة جوه صدره، حاجة زبالة. والغبي ما يعرفش إن أنا هقبل في الوظيفة، يعني هقبل. أصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسة مع بعض. ياما، ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقة. شكلك مش مصدقني صح؟ أنا هثبت لك. بص حضرتك، دي أيام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز أقول لك المدير هيتفاجئ قد إيه لما يشوف الصورة. Good luck. جاتك ميلا انت وابوك. يا طيب يا حضرتك بتعليه بقسوة؟ ابدا والله. طيب يا طيب كان ليه علاقة بالجنس الاخر وحضرتك يعني حيمتيه منها؟ عمري ده انا بتمنى انه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيب بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الاوضه بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه، عايزك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعني. صباح الخير. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون عنده اكتئاب؟ مين ما عندوش. حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضلي حضرتك وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه محدش في الدنيا دي مستريح، مفيش كلب ياضي بنصيبه. بقولك عارفه مين جايين النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجوهرجي. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطع يسالوا اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده؟ عايشه في وسط القرود والكلاب لحد ما تصرفاتك بقت زيهم. هو في ايه يا ماما؟ ادخل الحمار يا فندم؟ ايوه فريد. ها شفت القفل ابنك عمل ايه؟ ايه اللي حصل يا شوكه؟
بترتش لي على بنطلوني يا سيدي. اكيد من فرحته. انت خلفته ازاي؟ شوكة تعمل معروف، ده انا دخت على ما جبت نمرتك عشان اكلمك من وراه، لان عارفه كريزي يا شوكة ومش هتعينه. انت عارف كويس طول عمري كوريكت وبرفض الوصايا، لكن علشان خاطرك احنا برضو عشرة عمر. ربنا يخليك لي يا شوكة، وجميلك ده في رقبتي مش هنسال عمري كله، واوعى انت تقوله وانا كمان مش هقوله. اوكي اعتبره تعين يا كاسانوفا. ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس سيد. والله لفيج عليك الناس. بحب الواوا، خلي الواوا ينصح. اكيد الباب اتقفل عليكي صح؟ اتفضل شوف باباك بعت ايه لمامتي. يا خبر اسود، فاهم باباك ان امهات الناس مش لعبه. اهدي بس يا سهام. انت انا مش هسكت. ايه يا سهام ارجوكي ارجوكي استر علينا، ولازم تراعي ان بابا في سن خطر. ابوس ايدك يا سهام. خلاص انا عشان الجيه اللي بيننا بس خلاص انا مش هعمل حاجه، لكن بعد كده هبلغ البوليس. لا 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 بوليس، لا الحاجات دي ما تروحليش كده بالبوليس، لازم ودي ودي ودي. انا اللي في ايه برضو؟ طلعتني من الحلم الجميل. امك الله يرحمها تسلم عليك يا وحيد. لا والله امك جاتني في المنام، كانت لابسه تيشيرت ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض وجزمه بيضاء. ليه يا بابا انتوا كنتوا بتلعبوا تنس ولا ايه؟ تنس؟ احنا فينا صحه للتنس. كانت جايه ترقص لي. بابا انت ناقصك حاجه. من صغري وانا حارم نفسي من لذة الدنيا علشانك، كنت تقولي اجيب لك بلاي ستيشن يا وحيد، اقول لك لا يا بابا السخان في البيت اولى. فاكر يا بابا لما قلت لي اجيب لك موبايل 6600 انا رديت عليك وقلت لك ايه؟ قلت لي موبايل الشقه احسن. امال ليه؟ ليه ابن السحب من تحت عقد ببال الناس؟ صراصير احنا يا بابا؟ لا انت بتحبها يا بابا؟ يا فضحتي قلت معاها؟ انا ما عملتش حاجه تعرك يا بابا يا وحيد. حد ما كان شافك؟ ويشوفونا ليه؟ ده حب من طرف واحد، هي مش حاسه بيا. طب وده اسمه كلام يا بابا؟ مش لازم الاول تتاكد، يمكن تكون صاحبه ولا حاجه. يا عمي مين هيبص لها دي؟ وبعدين انا اتاكدت ان مفيش حد في حياتها. خلاص يا بابا انا هظبط لك الموضوع، وان شاء الله هتتجوزها، يعني هتتجوزها. سنور. انتوا ليه مش حاطين لي صوره مع اصدقائي الفنانين هنا؟ مش عارف والله يا فندم، وصلنا السجيد هنا. كنت عايز اسال بس لو ايه ده؟ انا اهو هو ده انا، وحضرتك مش عارفني ولا ايه؟ لا والله مش واخد بالي. حضرتك مش كنتش فيلم سوق العبور سنه 93 نزل كسر الدنيا؟ انا كنت عامل اخر مشهد في الفيلم اللي كنت بقول فيه احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ. ايوه 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 افتكرت افتكرت، كان في مسلسل. انا ما حد سال عليا؟ مش منى شلبي موجوده؟ خلوها تصور اي حاجه، قولوا لها شريف الشريف بيقول لك يا منى يا شلبي. ها انا جاي كمان ساعه. عفوا وقد نفذ رصيدك، يرجى اعاده شحن البطاقه. المشهد ده مش هعمله، مش هلبس مايو. ايوه حبيب قلبي. لا لا هنط في المركب على طول. طب بقول لك يكلمني كمان ساعه عشان عندي ميتي. باي باي يا حبيبي. مية مية يا معلم، موضوع التامين ده سهل قوي يا معلم عندي. ازاي؟
ما تقلقش بجد يا شريف، انا اول واحد هيامن عربيته عندك، بس العربيه عايز عمرو عديها لي. والله طول عمرك ليه، بس ادعي لي اقبل في الشركه الاول ان شاء الله. مين مين مين؟ علا غانم. يا ساتر يا رب. الو يا عم رد، انت عامل فيها مهم. علا ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني. علا مين؟ انا سعيد الريش. اسمع، جيب القميص الراكور الابيض وبكره تيجي بدري للمخرج يخرب بيتك. عيد ميلادك؟ هو النهارده كام في الشهر؟ يا حبيبتي زي كل سنه. طبعا طبعا هاجي. شرف ابوك وشرف ابو خد معاك. تيجي معايا فين يا عم؟ هو انا فاضي للحاجات دي؟ ده انا ايه ده؟ بكراني كده. انت حركتها، هي كسبت عشان انا واقف معاك. العب العب العب. بقول لك ايه، ما ينفعش اتاخر قسط التامين. اوكي، بس لو حصل حاجه للعربيه اصرفه بسرعه. بس ما تروحش تخبطها وتيجي تقول نصرف. عيب يا عمك، ازاي مراتي؟ اتفضل يا باشا. شريف الشريف، أبوس إيدك مش وقته. أهلاً، كريم الصدفة. هو حضرتك من امبارح ما بتتكلمش، هل في حاجة فقدت النطق؟ أيوة يا سامي. إيه؟ الحيوان ده لحد دلوقتي ما بعتش الورق. قولي له شوكت بيه بقول لك ابعت فاكس بسرعه فورا. جاتونيلا. هو حضرتك شوكت بيه؟ ايوه يا هيف. مدير الشركه؟ جاتونيلا.